ايوه انا ابراهيم شفيق رئيس معهد الموسيقى الشرقي. اي خدمه؟ حضرتك يعني لو الواحد حب يتعلم الموسيقى والغنى يبقى عندكم هنا؟ ممكن اوي. معاك شهاده ايه؟ معاه شهادة الابتدائية. بس والله ده المتوفر حاليا يعني. انت سنك كبير، المفروض تكون معاك شهاده البكالوريا. المفروض، بس لو الواحد عنده موهبة بص يعني. يا ابني، انت جاي متاخر. التقديم للمعهد كان من شهرين والدراسه بعد اسبوع. انصحك تكمل تعليمك وبتعالى ادرس موسيقى. طيب والتعليم هنا بمصاريف؟ طبعا بمصاريف. مش كنت تساله قبل ما تيجوا؟ بمصاريف. يلا يا اسماعيل استنى بس يا زغلول، يعني حضرتك كل الملحنين والمطربين الكبار كلهم درسوا هنا؟ لا طبعا، ياما في فنانين كبار وملحنين كبار نجحوا والناس حبتهم من غير ما يدخلوا المعهد. يا صلاة النبي، الحمد لله، يعني الموهبة يا أستاذ. بس اللي زي دول بيبقى عندهم موهبة جبارة، وفوق كده عندهم ثقافة عالية، بيثقفوا نفسهم، بيقروا، بيطلعوا، بيعرفوا كل حاجة عن الموسيقى أول بأول. طب والأستاذ محمد عبد الوهاب درس هنا برضه؟ الأستاذ محمد عبد الوهاب بيلحن وبيغني من قبل المعهد. أهو سامع يا أستاذ. الأستاذ محمد عبد الوهاب ورغم موهبته الفذة وثقافته العالية إلا إنه أصر على أن يدرس العلوم الموسيقية عندنا في المعهد، وطبعا البركة في أمير الشعراء أحمد بيك شوقي هو اللي ساعده في كده. يا سلام. طب يا أستاذ بالمناسبة بقى، يعني ما ينفعش ألاقي تذكرة للحفلة بتاعت النهاردة اللي هيحييها الأستاذ محمد عبد الوهاب؟ تذاكر مش هنا، دي في مسرح الأزبكية، وريح نفسك، التذاكر نفذت. إيه ده، معقولة؟ نفذت؟ يعني ما فيش ولا تذكرة؟ ده حفل خيري، وجميع وجهاء البلد اتنافسوا على شراء التذاكر دي. ده التذكرة الواحدة ثمنها وصل 40 قرش. يا نهار أبيض، 40 قرش. 40، يلا يا إسماعيل. يلا يا زغلول، يلا. السلام عليكم. السلام عليكم.